درتي واحد الصوت دابا عزيز عليا هذا الصوت كيعجبني هذا سي ان جينجل ماروكان دي فام سي يا كو لي فام ماروكان اللي كيعرفوا يديروا كي دير دير سي ان جينجل هاد الجينجل هذا كيتستعمل في جميع الا تفقسات الا فرحان الا عجبتك الحاجه الا شي حاجه ما عجبتكش فوالا الا شي حاجه الا بغات تخلي تسمشي وحده فوالا صباس سلمى شحال كيفاش دايره شنو غادا معاه يا الله شو دار ليك شكون كنعرف فاش كنت صغيره ما عرفتش علاش كندوز من حدا البنات يعني لاش د دو 8 طون 10 طون بحال هكا كندوز حدا كتقد ليا وانا ما كنعرفش كنت كنبقى ندير حقا كاتب الفوق دابا تعلمتي دابا وي حيت العيالات عندكم واحد لونجاج هما خطير يعني كتهضروا مع بعضياتكم بلا ما تكلموا الغميز طاطا الاخرى هذه بام بام زعما بحال مثلا بغيتي تقولي زعما الاخرى مع تمالا ياك عندكم هذه القضيه كتقولي كدير بحال هكا دروس تعلم تكلم بدون كلام دروس التعلم تعلم التكلم بدون كلام مع سلمى رشيد هذا الصباح هاتي ابطل ميكرو شويه باش نشوفك مزيان في الكاميرا الصباح غادي تشوف هادشي كامل من بعد يعني دابا الى بسمحوا لنا غتشوفوا هادشي في الفيديو من بعد حيت الراديو كدير بحال هكذا ما كاينش دونك الى بغيتي تقولي شي وحده مال هادي شوف هادي بغيتي تقولي لها بغيتي تقولي لها زعما هادي راه حدا راسك منا عندك من عيني هادي اللي زوينه انا كنهضر بعينيه بزاف دابا انت عينيك كيدور وسط راسك انت هي ساتو هادي اللي واعره هي هادي مالك كتعيق علينا وما كنحملهاش ما كان اني ما كنحملهاش واعره ما كنحملهاش ودي شنو هادي ما عرفتش هادي اللي كيديروا في المغرب واقيلا لا حتى في مصر تي كيشوفها في افلام صح اكدم لا هادي كدير لك يا لهوي الفضيحه هادي الفضيحه